الملتقى التنقل الأخضر الثاني جاء كنسخة ثانية بعد نجاح النسخة الأولى. النسخة الأولى جاءت في العام الماضي بمشاركة محلية، استعرضت كثير من الخطط التي وضعتها السلطنة للوصول إلى عام الحياد الصفري في عام 2050، وركز مبدأ التنقل الأخضر على النقل البري بشكل خاص. في النسخة الثانية تم تعظيم المشاركة بشكل أكبر، فبدأت بقافلة من المركبات الكهربائية من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار. هذا كان لها زخم كبير اللي توجهت هذه القافلة. صحيح، نعم. وبعد وصول القافلة هناك صار في 4 أيام من المعرض والمشاركة المجتمعية، وكان الهدف منه أنه كيف نحن نوسع نطاق الفكر في النشء بشكل خاص، مشاركة صغار السن في هذا المعرض، ترسيخ مبدأ التنقل الأخضر فيهم. وفي الحقيقة يأتي ختام هذا الملتقى في يومين من ورش العمل، المشاركة من أبناء الخليج أيضا والمختصين، يومي الأربعاء والخميس القادمين، يوم الأربعاء والخميس، نعم. وأيضا اختتام الأعمال يوم الخميس بعرض مخرجات ورش العمل، وأيضا نقاش حول أهم الاستراتيجيات التي تقوم فيها دول المنطقة.